يبقى الايتم الايتم بتاع البريفيس ستاديز مانداتور دي كواليتي في الريبورتنج الانترناشونال ستاندردايزد ريبورتنج لازم تحط ده اللي قبل كده كان بيقول كذا والنهارده احنا بنعمل الفحص ده عشان نقارن كذا بكذا او نعمل فولو اب لمثلا دي في تي كانت واصله عند ليفل فلاني او الكلام ده ريليشن للدوبل ولكن له برضه ان ريليشن لكل راديولوجي لازم تكتب بريفيس ستاديز موجوده ولا مش موجوده طبعا الكلينيكال ستاتس لازم تحطها وبعد كده تكتب الفايندينج او التكنيك لو انت يعني بتعمل حاجه بروسيدر لكن احنا في الدوبلر هنخش على الفايندينجز الموجوده الفايندينجز الموجوده دايما قلت لكم الدوبلر بتشتغلوا بثلاث ازرع هتكتب فايندينجز في البي مود فايندينجز في الكالر فايندينجز في الدوبلر مجازا بتجملهم بعد كده في اوبينيون خلاص عشان يبقى اللي يسالني على ريبورتنج دي طريقه الريبورتنج واحنا ان شاء الله نبعت لكم ريبورت تعملوا زيه وتمشوا تقتدوا بيه يعني.